قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان شنو؟ الإيمان لغة التصديق والإقرار، وعند بعض العلماء لا بد من هذه اللفظة الإقرار دي، والدليل قول الله تعالى في سورة يوسف عن إخوة يوسف أنهم قالوا ليعقوب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا شنو صادقين، ما أنت بمصدق لنا ولو كنا فيما ندعيه صادقين، صادقون ولو كنا صادقين. طيب، أما اصطلاحا الإيمان قول باللسان، قولوا آمنا، واعتقاد بالجنان، لا بد من العقيدة ما مجرد قول. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان شنو في قلوبكم. واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، الإيمان ده فيه عمل، يعني الصلاة إيمان، الصلاة إيمان، عشان كده بتلقى في صحيح البخاري بيذكر حديث بني الإسلام على خمس في كتاب الإيمان، مع أنه يتكلم عن شنو الإسلام، لأن من الإيمان أن تعمل بالأعمال الظاهر، ده من الإيمان. والله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود بإيمانكم هنا كما قال بعض المفسرين أي الصلاة التي كان يصليها الصحابة قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، كانوا بصلوا على بيت المقدس، حولت القبلة إلى بيت الله الحرام. فقال الله تعالى عن الصلاة الأولى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت الله، إلى بيت المقدس، لا يضيعها الله وإنما يثيبكم على ذلك. فعمل بالجوارح من السنة، الدليل الحديث المشهور والمعروف في صحيح البخاري وفي فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية وستون، فأعلاها لا إله إلا الله، والشعبة القطعة جزء، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فيه شعب، فيه أجزاء وقطع، والأجزاء والقطع دي من الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، في رواية فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها شنو؟ إماطة الأذى، وإماطة الأذى ما بالقلب وإنما بالفعل، جزاك الله خير، بالفعل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء يكون في القلب وظاهر ويكون أيضا في الظاهر. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال وبعدين قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أربع أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، الأركان المعروفة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يزيد بالطاعة واضحة، إنسان قدر ما يعمل طاعة من الطاعات إيمانه بزيد، قدر ما يسمع مواعظ إيمانه بزيد، عشان كذا حنظلة رضي الله عنه قال نافق حنظلة وما منافق رضي الله عنه، فلما لقي أبا بكر قال له ما تقول يا حنظلة، قال له أبو بكر ما تقول يا حنظلة، قال نافق حنظلة نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. شوف الإيمان وصل كيف، فإذا خرجنا من عنده عافسنا النساء والأبناء أو الأولاد، يعني لعبنا معهم وفعلنا ما يفعله الرجل، قال نسينا كثيرا، معناه لما نكون معاه والإيمان شنو بزيد المواعظ، فكان الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته شنو زادتهم إيمان. القرآن ده بزيد الإيمان، بيشحن الإيمان، بيرفع.
هذا زول إيمانه قبل الصلاة وبعد الصلاة ما واحد، إيمانه بعد الصلاة أقوى، تلقى قبل الصلاة جاي يتونس لكن بعد الصلاة تلقى يسبح ومسبح مرتاح، إيمان زاد، يحضر درس إيمان بيزيد، يعين على الخير، تلقى يجي زول منكسر مسكين يقوم يديه صدقة، طوال إيمانه بيرتفع بحيث كأنه الله بيرحمه هسه، والله إيمانه بزيد. والدليل على أنه ينقص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وما معنانا في جميع الإيمان إنه كافر؟ لا، لكن في لحظة المعصية دي إيمانه ضعف، عشان كده وقع في المعصية. لو كان إيمانه قوي قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، تذكر الله وخاف الله سبحانه وتعالى.